sur les filles. Partons sur le Nil. أعزائي المشاهدين، ودلوقتي أنا بكلمكم ورايا برج إيفل أو تور إيفل، البرج العظيم اللي بناه جوستاف إيفل. البرج دوت اتبنى سنة 1889 ميلاديا، وارتفاعه حوالي 300 متر. بيتكون من ثلاث طوابق، الطوابق فيها مطاعم، في أماكن زي معرض، محلات، بازارات، في حوالي أكتر من ثلاث أو أربع أسانسيرات بالداخل. في حوالي ممكن تطلعوا بدون أسانسيرات، ممكن تطلعوا على السلالم. في حوالي 1653 سلمة. برج عجيب، وبناه مهندس في وقت معين عشان كان في عندهم مناسبة دولية، المهرجان أو حاجة، معرض اسمه الكوني أو العالم الكوني، كان حاجة عايز يعمل حاجة تعمل دعاية لفرنسا. وفعلا البرج دوت كانوا بيفكروا ان هم يفكوه، لكن لما طلع الإذاعة استخدموه كهواء للإذاعة، واستخدموه بعد كده للتلفزيون، وبقى بعد كده بقى نموذج يشد كل السياح من جميع أنحاء العالم. لما أقول باريس يعني برج إيفل، لما أقول باريس يعني تور إيفل، بيقولوا من جميع أنحاء العالم عشان يتصوروا معاه ويشوفوه. حاجة واحدة قدرت إن هي تجيب سياحة، وقدرت تجيب شغل، وتقدر تجيب من جميع شعوب العالم. هنا أنت بتسمع جميع لغات الدنيا، كل الدنيا بتتجمع هنا وبتتكلم، تسمع خليط من اللغات، وخليط من الكلام، وخليط من الأصوات الجميلة اللي الناس كلها سعداء بالمنظر دوت. على فكرة أنت لما تطلع فوق في منظار أو حاجة تقدر تشوف على بعد 60 كيلومتر، ده قايلين كده أنك بتقدر تشوف على بعد 60 كيلومتر بالمنظار دوت. في حاجات كتيرة ممكن ان انت، في بعض المطاعم، في اتوبيسات بتعمل سياحة في المنطقة، يعني مش سايبين حاجة الا لما بياخدوا منها شغل، وبياخدوا منها مصلحة لبلدهم. زي ما قلت دي معجزة هذا البرج، بتمنى ان انتوا تكونوا موجودين معايا. في النهاية انا بنهي جولتي وبقول ان انا قدرت ان انا اقدم شيء ولو بسيط عن فرنسا وعن باريس، واللي انا اتمنى ان احنا نعمق العلاقات بيننا وبين شعوب العالم. هم يجوا عندنا، احنا نروح عندهم، يحصل نوع من التبادل الاقتصادي والسياحي والثقافي. كل ده بيكون حركة عالمية جميلة. فرنسا دولة مهمة، دولة كبيرة بتحدها في ألمانيا، بلجيكا، هولندا، بلاد كتير حواليها، بلد مهمة في قلب أوروبا. في النهاية بشوفكم في حلقة قادمة بإذن الله، وفي بلد جديد ومكان جديد ومعلومة جديدة، وأشوفكم على خير.